طيب احنا طبعا تابعنا، واكيد انت كمان تابعت خلال يمكن الايام القليله اللي فاتت انطلاق اربع البطولات، يمكن من خمس بطولات كبرى. ان شاء الله يوم السبت اللي جاي كمان الدوري الايطالي هيبدا. يعني شفت البدايات ازاي؟ يعني شفت بدايات هذه الدوريات ازاي؟ وطبعا خاصه بنركز طبعا على الدوري الانجليزي، شفت بدايات الاربع دوريات، اذا كان الدوري الانجليزي، الفرنسي، طبعا الدوري الاسباني والدوري الالماني. عموما يا كابتن هاني البدايات بتكون خادعه كتير. يعني البدايات حضرتك طبعا لعيب كبير وعارف اللي انا بتكلم فيه ده. ممكن فريق يعمل ماتشين ثلاثه يحسسك ان هو اخر السنه هياخد كل البطولات. صحيح. ولكن في عوامل موضوعيه بتدخل في نص السنه بتاثر. يعني مثلا لو احنا شفنا برشلونه في بدايه السنه بيلعب ماتش قوي جدا قدام واحد من اقوى فرق الليجا ريال سوسيداد، بيكسب 4-2، يفضل كسبان 3-0 لحد تقريبا الدقيقه 80، بيقدم كره ممتازه جدا رغم الشكوك بعد ما ليونيل ميسي مشي. ولكن بين عشيات وضحاها زي ما بيقولوا، رونالد كومان اختلق مشكله كده في اوضه اللبس مع كويادو مع ريكي بويج. ممكن العوامل ديت تاني اسبوع على طول تخلي برشلونه يتغلب من فريق اقل، او تخلي برشلونه يتعثر على المدى الطويل، كمان 10 جولات ما تصدقش ان ده برشلونه اللي بدا. كذلك عودنا مثلا نادي زي ارسنال اللي يبدا بدايات قويه جدا الموسم اللي فاتت لخمس او ست ماتشات، وبعد كده الكيرف بيبتدي ينزل، فالبدايات خادعه. ولكن اذا اردنا يعني ان نستشف ملمح عام من كل الدوريات دي، فاحنا بنشوف لاول مره مواسم واعده، يعني مواسم واعده يعني خاليه من بعض العبث اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت، سواء عبث ليه علاقه بمستوى كره القدم اللي بتتقدم، لانه مثلا كان في برشلونه بيعاني من مواسم سيئه جدا واوضه لبس متهالكه، وبرده ميسي بيخلص كل حاجه. صحيح. كريستيانو رونالدو في ريال مدريد بيعاني من مشاكل كتيره جدا، وتلاقي ريال مدريد واخد الشامبيونز ليج. فلما كل المعطيات اللي حصلت دي، اللي كان فيها وباء فيروس كورونا وقف الانديه بالظبط عند المستويات الفعليه اللي هي فيه، احنا هنا بنشوف بدايه مواسم واعده فعلا من الناحيه التنافسيه، خصوصا ان برزت اسماء تانية، ما بقتش الاسماء بس التقليديه هي اللي بتتردد. يعني احنا لقينا ليل خد دوري في السنه اللي فاتت، اتلتيكو مدريد خد الدوري الاسباني، انتر ميلان بيرجع بعد 10 سنين بياخد الدوري الايطالي، ليستر سيتي بيدخل البيك فور لحد الاواخر. فاحنا هنا بنتكلم على موسم انا متخيل انها مواسم واعده، وعوده الجماهير اضافت ثقه كبير جدا افتقدناه في حدود الموسمين اللي فاتوا، غير بقى الغزاره التهديفيه اللي هي سمه عامه في بدايه الجولات. ولكن زي ما بقول لحضرتك يا كابتن، وحضرتك طبعا سيدي اللي عارفين بكده، بدايات المواسم خادعه. طبعا ما تقدرش تدي منحنى، او ما تقدرش تقول يعني مين اللي هيكون ليه اولويه في الفوز. طبعا لسه احنا في الاسبوع الاول او في البدايات، لكن دايما يبقى الدوري الانجليزي هو صاحب الهيبه الكبيره. ودايما بنتكلم على محمد صلاح، وهنجيله من خلال طبعا لقائي معاك هنتكلم على الدوري الانجليزي وارقام صلاح.